مرحبا، كيف حالكم؟ اتمنى ان تكونوا بخير. فيديو اليوم راح يكون من عند قناه بوصله، راح خليكم في صندوق الوصف. قناتهم كتير رائعه، وهذا الفيديو راح يكون تحدي معرفه العلم الصحيح للدول العربيه. اوكي، سبقنا وعملنا تحدي معرفه الاعلام للدول العربيه، راح خليه هنا، روحوا شوفوا لما تنتهوا من هذا الفيديو. ولكن هذا الفيديو راح يكون تحدي معرفه العلم الصحيح، راح يعطونا ثلاثه اعلام لدوله عربيه ونحن راح نعرف هذه الدوله علمها الصحيح. اوكي، جاهزين نلعب انا وياكم هذا التحدي؟ جهزوا ورقه وقلم مشان نلعب انا وياكم. وقبل ما نبدا هذا الفيديو حطوا لايك. اوكي، حطوا لايك بليز، هذه الحركه كتير بتشجعني. وكمان اشتركوا اذا كنتم لسه مو مشتركين، وفعلوا الجرس مشان يوصلكم الفيديوهات الجايه. والف مرحبا بكم في هذه القناه، وانتظروا لاخر الفيديو، موجودين تعاليقكم الحلوه للفيديوهات الماضيه. وهلا خلونا نبدا الفيديو، ليتس جو. هذه قناة بوصلة، فيديوهاتهم كتير حلوة. أوكي، اختبار معرفة العلم الصحيح للدول العربية. أوكي، قواعد هذا الاختبار: سيعرض عليكم ثلاثة أعلام مختلفة، لديكم 7 ثواني لمعرفة العلم الصحيح، كل إجابة صحيحة تساوي نقطة واحدة. أوكي، جهزوا ورقة وقلم مشان نحسب أجوبتنا الصحيحة. هل أنت مستعد؟ يس، نحن مستعدين، هيا لنبدأ. اوه، هذا علم بلدي. اوكي، عندنا فقط 7 ثواني. اوكي، هذا هو العلم الصحيح، راح اقوله هلا. هذا هو اللي حطيت عليه الماوس. اوكي، جواب صحيح. اكيد بلدي، عندي نقطة واحدة. اوكي، هلا او ماي جاد، الوقت كتير سريع. اوكي، انا راح احاول اوقف مشان اقدر اشوف الصورة. اوكي، علم تونس اكيد عرفته، تعرف تونس، راح اقول الإجابة حتى يقرب ينتهي الوقت مشان ما احرق عليكم. اوكي اوكي، هذا هو العلم الصحيح، هذا اللي حطيت عليه انا الماوس، شوفوا معي. نعم، جواب صحيح. اوكي، عندنا نقطتان. اوكي، حسبوا اجوبتكم انتوا ايضا. علم اليمن اكيد كمان عرفته، اكيد علم اليمن. اوكي، جاوبوا انتوا ايضا، الوقت سريع جدا. اوكي، هذا هو علم اليمن، شوفوا معي، هو هذا اكيد عرفته. هما ما حاطين أرقام يعني مشان أقول لكم رقم 1 أو 2 أو 3. علم لبنان أيضا عرفتوا، أنتوا عرفتوا. أوكي، راح أوقف مشان ما يسرعوا في الوقت لأنهم بيسرعوا كتير. أوكي، جاوبتوا. أوكي، أنا الآن راح جاوب، هو هذا اللي عم دور عليه الآن. أكيد جواب صحيح، متأكدة. تحياتي لكل الدول اللي مروا معنا. هلأ مع الكويت. الكويت عرفتوا، راح أقول هلأ هو الوسط، اللي في الوسط اكيد. تحية لأهل الكويت. انا نسيت احسب اجوبتي والله، احسبوا لي انتوا لاني جاوبت كل شيء صحيح. اوكي، الجزائر اكيد عرفت الجزائر، هذا انا شكلي بعرف اصلا اعلام الدول، بس الحمد لله ما غلط. اوكي، جاوبتوا، اذا جاوبتوا انا راح اقول اجابتي، وهي هذه، هي هذه، هو اللي على اليمين او الشمال، ما بعرف كيف راح تشوفوا انتوا، هو هذا. يس، جواب صحيح. هلأ عندي 6 أجوبة صحيحة. أوكي، عندي كل أجوبة صحيحة. هلأ مع البحرين. البحرين نعم عرفت البحرين. أوكي، جاوبوا أنتو يلا بسرعة بسرعة لأنه الوقت كتير ضيق. أوكي، رح أقول أنا هلأ. أوكي، قلتوا أنتو أجوبتكم، أنا الآن رح أقول، وهو اللي في الوسط أكيد علم البحرين. يس، جواب صحيح. أوكي، الحمد لله. هلأ مع علم الصومال. أوه، أكيد عرفته، هو اللي ما راح اقول هلا حتى قرب ينتهي الوقت. اوكي، يلا هلا راح اقول، هو اللي فيه نجمه واحده، هو اللي هو هذا اكيد. يا ربي ما تخجلني. الحمد لله صحيح. الحمد لله، يس، جواب صحيح. هلا مع الاردن. الاردن الاردن يا الله. اوكي، راح اجاوب هلا. هو هذا. اوكي، جاوبتوا انتوا ايضا. اوكي، هو هذا اللي عم دور عليه الان، هو هذا. الحمد لله انه راح يكون جواب صحيح، متاكده. الحمد لله جواب صحيح. الله اكبر، العراق اكيد بعرفه، اكيد اكيد. اوكي، جاوبتوا. اكيد العراقيين راح يعرفوا الدوله، ولكن اللي مو من العراق جاوبوا انتوا، يلا جاوبوا. هو هذا اللي في الله اكبر فقط، ما فيه النجمات. يس، جواب صحيح. تحية لأهل العراق أيضا، تحية لكل الدول العربية. فلسطين، أكيد بعرفوا فلسطين. أوكي، جاوبتوا، إذا جاوبتوا أو ماي جاد، عفوا عفوا، شكلي أنا تخربقت. أوكي، okay.
عم شوف لأنه والله أو ماي جاد والله عم فكر. اوكي فلسطين والله نسيت دائما انا عايز جملة مفيدة. والله دائما هو والسودان بتخربقوا لي يعني بتلفوني شوية يتلفوني يعني هيك بخربطوني. اوكي علم فلسطين صراحة بقول هذا لا هذا هو هذا اللي فيه مثلث بالأحمر. يا ربي ما يكون خطأ يا ربي. يس والله بكتير بيكون بدوخني شوي. اوكي علم الإمارات. اوكي شكلي عرفته. اوكي رح اقول هلا هو اللي في الوسط. يس جواب صحيح. تحياتي ايضا اهل الامارات وفلسطين وكل الدول العربية. سلطنة عمان اكيد كمان عرفته. اوكي رح جاوب الان هو اللي في الوسط. لا واثقة من نفسيها مش واخد بالك. اتمنى انتو ايضا او ماي جاد شكلي خسرته والله نسيت. يا الله اعتذر من سلطنة عمان بس انا بعرف علمكم ولكن العلامة اللي فيه ما تذكرت اذا كانت الفوق او التحت او الوسط بس قلت الوسط بس اعتذر. جواب خطأ يعني خسرت نقطة. موريتانيا اكيد بعرف موريتانيا هو اللي في الوسط. تحياتي لأهل موريتانيا ايضا. ليبيا هلا ليبيا او ماي جاد ليبيا اصلا شكلهم بيشبهوا بعضهم بس النجمة انا كيف راح اعرف والله صعب جدا بس راح اقول يعني اوكي بقول انا اللي في الوسط. لا بقول هذا 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 ولا واحدة. الاثنين عندي خطأ. او ماي جاد هلا خسرت 2 نقط يعني هلا عندي فقط 14 نقطة. هلا مع قطر. اوكي قطر عرفته. راح اقول الان هو هذا. يا ربي ما اكون خطأ. الحمد لله صحيح الحمد لله. اوكي هلا مع مصر يس عرفته مصر مبين. اوكي هذا راح اقول الان. اوكي هذا هو هذا. يس جواب صحيح الحمد لله عندي جواب صحيح. السودان خطأت من قبل بسبب السودان وفلسطين يعني ما خطأت يعني كانوا عندي ما بين السودان وفلسطين دائما بيتشابهوا كتير بس هلأ رح أعرف. بقول أنا هو هذا اللي في الوسط. لا هذا اللي في المثلث أحمر. جاوبت صحيحة في الأول الحمد لله. أوكي نعتبرها صحيحة. أوكي غشينا شوي بس نعتبرها صحيحة. أوكي السعودية. أو ماي جاد الثلاثة بيتشابهوا أنا كيف راح أعرف. أو ماي جاد بقول أنا. أوكي بقول أنا هذا. أوكي بقول هذا إذا كان صحيح ما بعرف يعني قول هذا جاني هذا. او ماي جاد جواب صحيح. بس هم ثلاثة بيتشابهوا بس انا قلت هذاك وكان صحيح. انا جبت تقريبا ما بعرف كم نقطة جبت بس خطأت 2 مرات يعني عندي تقريبا ما بين 18 و20 يعني فزت الحمد لله. كتبوا لي انتم نتائجكم اللي جبتوها في التعليق وايضا لا تنسوا تكتبوا لي دولكم عشان اعرف كلكم من وين تتابعوني. اوكي لا تنسوا هذا الشيء راح اقرا تعليقكم وكذلك فعلوا الجرس مشان نحط الفيديو اجاوب على تعليقكم. اوكي راح اجاوب على التعليق الاولى في الفيديو لا تنسوا هذا الشيء وحطوا اللايك اذا عجبكم الفيديو وكمان انتظروا هلا راح يطلعوا تعليقكم الحلوه للفيديو الماضي. انا كثير بحبكم بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.